بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار العربية من تلفزيون جمهورية الصومال الفدرالية، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يناقش مع السفير الصيني تعزيز العلاقات والتعاون. رئيس ولاية بنتلاند يفتتح الدورة 47 لبرلمان الولاية. رئيس ولاية هيرشابيله يعين ممثلي الولاية في لجنة الانتخابات. قائد الشرطة الوطنية يصل إلى مدينة لوسمريب. أما الآن مشاهدينا الكرام، فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم إبراهيم أزهري. استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الفدرالية معالي أحمد عيسى عوض اليوم الأحد في مكتبه بالوزارة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد سعادة السيد قين جيان. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد معالي وزير الخارجية على الطابع الاستثنائي للعلاقات الصومالية الصينية، معربا عن تطلعه الواضح للعمل على المضي قدما في مسار يعمق الشراكة الاستراتيجية مع بكين. افتتح رئيس ولاية بنتلاند السيد سعيد عبد الله دني اليوم الأحد أعمال الدورة 47 لبرلمان الولاية، وذلك في مدينة غروي عاصمة الولاية. حضر مناسبة الافتتاح نائب رئيس الولاية السيد أحمد علم عثمان كراش، ورئيس برلمان الولاية السيد عبد الرشيد يوسف جبريل ونوابه، بالإضافة إلى النائب الأول لرئيس برلمان ولاية جنوب الغرب السيد محمد نور محمد معلم ومسؤولين آخرين. وقدم الرئيس دني تقريرا مفصلا عن مشاركته في المؤتمر التشاوري حول الانتخابات الذي عقد في العاصمة مقديشو، وكذلك عن الوضع العام في البلاد. عين رئيس ولاية هيرشابيل السيد محمد عبد واره اليوم الأحد في مرسوم صادر عن مكتبه الأعضاء الذين سيمثلون الولاية في لجنة الانتخابات. وبموجب المرسوم تم تعيين كل من محمد محمود عدو وعبد الناصر محمد جوليد في لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي، كما تم تعيين ليبان عثمان نور وفرحية حسن عثمان في لجنة حل الخلافات المتعلقة بالانتخابات. وكان دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي قد دعا رؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة الفدرالية إلى الإسراع في تعيين أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي. وصل قائد الشرطة الوطنية اللواء عبد حسن محمد حجار على رأس وفد اليوم الأحد إلى مدينة لوسمريب عاصمة ولاية قلمذق. وكان في استقبال اللواء حجار والوفد المرافق له فور وصولهم إلى مطار أوغاس نور ضباط من قوات الشرطة العاملة في ولاية قلمذق. وتهدف الزيارة التي يقوم بها قائد الشرطة الوطنية إلى مدينة لوسمريب إلى تفقد مراكز قوات الشرطة ومتابعة سير تعزيز الأمن والاستقرار في مدن الولاية. وسيعقد قائد الشرطة الوطنية خلال زيارته اجتماعا مع رئيس ولاية قلمذق السيد أحمد عبد كاري قرقور. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي باتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا الذي جرى التوقيع عليه الجمعة في جنيف برعاية الأمم المتحدة. ودعا فكي جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا الاتفاق المهم، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يستحق فترة راحة دائمة من الصراع، وذلك من أجل بدء عملية المصالحة وبناء السلام في البلاد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا العربية. كان معكم على الهواء إبراهيم أزهري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.